السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انا عندي ملف بي دي اف وعايز اعمل تعديلات، لكن انا مش مسطب اي برنامج من برامج البي دي اف اديتور، وطبعا البي دي اف اديتور غالبا بيكون بفلوس او لازم تدور بقى على بدائل، فهتلاقي في كانفا الخاصية دي موجودة مجاني، ان انت تقدر تعمل اديت للملف البي دي اف. مجرد ان انت ترفع ملف البي دي اف تقدر ان انت تعدل فيه زي ما انت عايز. طيب يلا بينا، يلا بينا. اقول له ابلود يور بي دي اف، هنختار اول ملف بي دي اف هنلاقيه ونبدا نتعامل معاه. طيب هخش على الداونلود. طيب اختار ملف اعاده الاعمار، وان كان هو كبير في المساحه لا هياخد وقت على ما يتحمل. اخترت ملف بيتحمل وهيتفتح في كانفا، تقدر بقى تعدل فيه زي ما انت عايز، فبيفتح لك كل الصفحات، تقدر ان انت تقلب تروح للصفحة اللي انت عايزها، تقدر لو انت عايز تعمل اي تعديل تقدر تدوس بس بالدبل كليك كأنك بتكتب فورد، تعدل بقى اللي انت عايزه. يعني مثلا ممكن نخلي دي مثلا بي اي ام، مثلا عايز تعدل في الصورة، عايز تعمل انسيرت للصورة هتعمل ابلود وتروح رافع الصورة اللي انت عايزها وتسحبها بس دراج اند دروب. تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. عايز تزود كتابة هتلاقي هنا تكست تقدر تكتب اللي انت عايزه، عايز تخش في الصور تعمل تعديلات للصور، كل اللي انت بتحلم بيه هتلاقيه موجود هنا جاهز، تقدر تعمله زي ما انت عايز. حتى ممكن ترسم بعض الحاجات كده، بعض الاشكال لو انت حابب، اختار الحاجة اللي انت عايزها وابدأ ارسم، محدش يقولك لا. بعد ما تخلص تبدأ بقى تعمل داونلود للملف بي دي اف وتبدأ ان انت تبعته لو انت حابب.